بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال بالفاري يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال. طبعا في هذا المقطع راح أجاوب على سؤالين. قبل إجابة أقول لكم مبارك عليكم عيد الفطر السعيد، يعود علينا وعليكم إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية بخير وبركة ومن. طبعا بعض المتابعين يسألون عن عملية الفاكيوم، هل هذه العملية ضرورية أو لا؟ طبعا عملية الفاكيوم ضرورية لأنها، أو عملية التفريغ، خلنا نقول عملية التفريغ، لأن بعض الناس ممكن يقول لك والله أنت هذا فاكيوم كلمة إنجليزية، عملية التفريغ للجهاز أو للنظام. هذه العملية ضرورية لأنها تضمن لك تصريف الهواء اللي داخل النظام، وأيضا إزالة أي رطوبة متبقية داخل النظام، وبالتالي عملية التفريغ أو الفاكيوم هذه راح تكون مهمة لأي منظومة، سواء كانت وحدة تكييف، سواء كانت ثلاجة، سواء كانت سيارة. وبالتالي بعض الأشخاص ممكن ما يعمل عملية فاكيوم، ورح مثلا يعاني من مشاكل في المنظومة من ناحية جودة التبريد، أيضا ممكن يعاني من ناحية خلل ميكانيكي، لأن الرطوبة مثل ما تعرفون راح تسبب في صدى للأجزاء الداخلية للضغط، وأيضا ممكن تسبب لك في أي ضرر لأجهزة أو قطع ميكانيكية أخرى متوفرة في الجهاز أو في وحدة التبريد. وبالتالي من المهم جدا أن تكون، أو تكون عملية الفاكيوم هذه دائما حاضرة في وحدة التكييف، في أي منظومة، ثلاجة، سيارة، مثل ما قلت. السؤال الآخر اللي بعضهم ممكن يسأل عنه، هل الفاكيوم مدة، أو هل يجب مثلا عمل فاكيوم لمدة معينة، مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، 5 دقائق، نص ساعة، ساعة كاملة، أكثر من ساعة؟ الإجابة راح تكون عليها كالتالي. طبعا مدة الفاكيوم تعتمد على عدة أشياء، منها حجم الجهاز أو حجم الوحدة أو نوع الجهاز اللي أنت راح تعمل عليه فاكيوم، لأنه ممكن عندك السيارة مدة الفاكيوم فيها تختلف عن فاكيوم وحدات التكييف. أيضا حجم وحدات التكييف ممكن تختلف ما بينها، ممكن تحصل وحدة 1 طن، ممكن تحصل وحدة 1.5، ممكن تحصل وحدة 2 طن، ممكن تحصل وحدات فوق 3 طن، 4 طن، 5 طن. وبالتالي مدة الفاكيوم لهذه الوحدات تختلف حسب حجم الوحدة أو سعة الوحدة. أيضا مدة الفاكيوم تعتمد على حجم مضخة التفريغ، لأن أحجام مضخة التفريغ المتوفرة في السوق في منها أنواع، في منها عندك مضخة تعمل لك 1 CFM، هذه طبعا سعة الفاكيوم أو سعة التفريغ لهذه، أو لهذه الأجهزة، أو لهذه المضخات، يبدأ من 1، في 2، في 3، في 5، في 6، في 7، في تقريبا 8، في 9، في ممكن 12. أعتقد أن أكثر أقصى سعة للتفريغ ممكن تكون 12، أنا صراحة ما أعرف، ولكن السعات المتوفرة في السوق هذه اللي راح تحدد لك مدة الفاكيوم. طبعا الشخص اللي راح يأخذ مثلا 3 أو مضخة سعة 3، مدة الفاكيوم عنده راح تطول مقارنة مع الشخص اللي راح يأخذ 9 أو 6. زين، 6 هو الوسط تقريبا، الوسط 6 أو 7 راح يخدمك للمنازل أو للاستخدام المنزلي، لكن مثلا للشركات، للمؤسسات ممكن تأخذ 9، ممكن تأخذ 12، وهذه راح تعطيك مدة أقل في عملية الفاكيوم، لأن المضخات هذه راح تكون كبيرة، ومنها راح تعمل لك فاكيوم بشكل أسرع. وأيضا عملية الفاكيوم تعتمد على الماسورة المستخدمة للفاكيوم. طبعا في بعض المضخات في لها مدخل واحد، بعض المضخات لها مدخلين للسحب أو للشفط، في بعض المضخات لها 3 مداخل، تكون على ربع، تكون تقريبا على النص، تكون على 5/16. وبالتالي ماسورة التفريغ هذه أيضا راح تكون مهمة في عملية الفاكيوم. إذن أعيد وأكرر، حجم أو سعة الجهاز أو المنظومة،
حجم المضخة، مضخة الفاكيوم، أيضا ماسورة التفريق هذه راح تأثر في عملية الفاكيوم. الناس أيضا تسأل تقول هل أيضا أجاوب على نفس السؤال، هل المضخة هذه لها مدة معينة للتفريق؟ كل ما زادت المدة للتفريق حسب حجم المضخة راح يكون أفضل، والأفضل أنك تكون مدة التفريق أو مدة استخدام هالمضخة فوق النص ساعة، وكل ما زادت راح يكون جيد. هذه المضخات ما يضرها إذا استخدمتها نص ساعة، استخدمتها ساعة، استخدمتها ساعتين، ما يضر، لأن هي مخصصة لهذا الغرض. كله عليك، كل الذي عليك أنك تهتم فيه اللي هو وجود الزيت داخل هذه المضخات، ومنها تستخدمها ساعة، ساعتين، ثلاثة، وأيضا ممكن تخليها اليوم كامل. بعض الأشخاص ممكن يقول لك والله هل ممكن استخدم الضواقط في عملية التفريق؟ هذه الضواقط لا تناسب استخدامها في عملية التفريق، لأن كل اللي راح تعطيك أو كل اللي راح تسمح لك أو تمكنك من تفريقه هي تقريبا 5 دقائق، أو تقريبا طبعا أصبعي شوي تعورت، زين ألف سلام علي وعليكم، زين راح تسمح لك تقريبا المدة 5 دقائق 10 دقائق، ومنها راح تتلف. هذه أيضا الضواغط ما راح تمكنك من تفريق زين المنظومات من الرطوبة داخل الشبك الكوندنسر، سواء كان الشبك الداخلي أو الشبك الخارجي، ما راح تسمح لك بتفريق الرطوبة بشكل سليم. بعض المواقع أنا صراحة تابعتهن، بعض المواقع الأجنبية أيضا ينصح بأنك تستخدم سخان هواء، يعني لدرجة أن الجماعة قالوا والله الأفضل أنك تستخدم سخان هواء على الشبك الخارجي لضمان إزالة هذه الرطوبة ولتسريع عملية الفاكيوم، لأن مضخات الفاكيوم هذه تسحب الهواء وتسحب الرطوبة من داخل النظام، بالتالي استخدامك لهذه السخانات، سخانات الهواء، راح يساعد هذه المضخات في عملية شفط الرطوبة بشكل أسرع من النظام. عيد وكرر، مدة الفاكيوم تعتمد على هذه الأدوات أو الأجهزة أو المعدات اللي أنت راح تستخدمها، وأيضا على سعة المنظومة اللي أنت راح تعمل عليها فاكيوم. ما في أحد والله يقول لك والله ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، كل ما كانت الوحدة هذه كبيرة كل ما كانت مدة الفاكيوم طويلة، كل ما كانت المعدة هذه المضخة اللي أنت تستخدمها كبيرة كل ما قلت مدة الفاكيوم، كل ما استخدمت هوز كبير كل ما أيضا قلت مدة الفاكيوم. أيضا نسيت موضوع كنت بتكلم عنه أو أعقب عليه الحين ذكرته، إذا أنت تبغي مثلا تتأكد من عملية الفاكيوم تمت بعملية بشكل سليم أو لا، يفضل أنك تستخدم مقاييس ديجيتال أو رقمية. هذه المقاييس تسمح لك بقياس أو بمعاينة كمية التفريق من داخل النظام، لأن كل ما قلت التفريق هذه كل ما أعطاك مثلا هذا المقياس أعطاك رقم صغير. طبعا الفنيين المتخصصين الخبراء في هذا المجال يفضلون أنك تعمل الفاكيوم على الماينس 100 مايكرون أو على ال 100 مايكرون، طبعا كل ما نزلت تحت ال 500 كل ما كان أفضل. المؤشرات أو عدة القياس عفوا عدة القياس هذه اللي انت راح تستخدمها تسمح لك فقط برؤية المؤشر ينزل لغاية الماينس 30. هذا الماينس 30 ليس دليل على اكتمال عملية الفاكيوم، ولكن يعطيك مؤشر ان انت الحين دخلت مرحلة التفريق او الفاكيوم، ولكن مرحلة التفريق هذه راح تكمل اذا كانت عندك مؤشر ديجيتال استخدمته. كل ما نزلت تحت ال 500 مايكرون وصلت لل 100، بعض المعدات ممكن تسمح لك انك توصل للصفر، بعض الأجهزة ممكن تعطيك تحت الأمية وتوقف أو خلاص ما راح تعطيك أكثر من هذا، وبالتالي كل ما نزلت تحت 500 كل ما كان أفضل. ولكن عيد وكرر، ممكن للناس راح ممكن تستطيع أن تستخدم هذه المؤشرات الرقمية، لأن هذه المؤشرات سعرها غالي، سعرها تقريبا في حدود 1000 درهم، وممكن يوصل إلى 1500، ممكن يوصل إلى 3000 درهم. لذلك مو بكل الناس اللي راح تستخدمها. إذا أنت مثلا استخدمت عدة القياس عليك النزول للماينس 30 والبقاء في هذه المنطقة لمدة تقريبا نص ساعة، لمدة ساعة،
بأقل كأقل تقدير، ولكن أعيد وأكرر هذه المدة تعتمد على الأدوات اللي أنت تستخدمها والأجهزة اللي أنت تتعامل فيها في عملية الفاكيوم. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. شكرا جزيلا، نشوفكم على خير يا حبايبي.